مهرجان القاهرة السينمائي بيضم عدد من النشاطات والفعاليات، وفي أول يوم هنتابع ورشة عمل للمخرج العالمي بيلا طار بجانب عرض الفيلم المصري بعيداً عن النيل اللي بيشارك في مسابقة أفاق السينما العربية. كلنا عارفين قيمة بيلا طار العالمية، كلنا عارفين أهميته وفكرة وجوده في أول أيام المهرجان والماستر كلاس اللي عمله. اعتقد ان احنا نشوف سولد اوت في اول يوم من المهرجان كده، ده بيدل ان الفعاليه كان ليها اهميه عند السينمائيين المصريين. اظن كمان فكره ان مخرج بيحاول المخرج الشاب احمد عبد الله، واحد من المتحمسين جدا لسينما بيلا طار، انه هو اللي يبقى بيقدم بيلا طار، يبقى في جدل سينمائي على المسرح. دي كانت حاجه اعتقد مشوقه جدا للجمهور ولمسنا ده بنفسنا. I'm absolutely happy. I have to tell you the life achievement award is a big honor for me. أنا سعيد للغاية لأنني يجب أن أخبرك بأن هذا إنجاز حياتي وهو شرف كبير بالنسبة لي. لا أعرف إلى الآن التقييم الحقيقي للمهرجان، فأنا مستمر لمدة نصف يوم فقط. أرى الناس فقط إذا سألتني، واعتبارا من الغد سأبدأ العمل مع بعض صانعي الأفلام الشباب، وبعد ذلك سوف أقول شيئا، وهناك الكثير من المفاجآت. الماستر كلاس بتاع الأستاذ المخرج الكبير بيلا طار زي ما انت شفت حضرتك فيها حضور منقطع النظير، وهو الحقيقة ليه رؤية غريبة جدا، أول مرة أشوفها من وجهة نظر مخرج، لأن هو رؤيته أنه مؤمن قوي بالارتجال، يعني أن أنت بترتجل أهم من أن أنت يبقى عندك حوار مكتوب والممثلين بيحفظوه بيقولوه، هو بيديهم الموقف وهم اللي بيرتجلوا. فده وجهة نظر الحقيقة مختلفة بالنسبة لي، أول مرة أسمع عنها. كنا سعداء بورشة أو بمناقشة المخرج الكبير بيلا طار، خاصة أنه الأدار المناقشة المخرج أحمد عبد الله أدارها باقتدار حقيقي يعني، وكان في واضح التحضير والاهتمام بأفلام بيلا طار أثناء المناقشة دي. وأنا أعتقد من الجوانب المهمة جدا اللي أنا استمتعت بيها شخصيا حديثه عن علاقته بالممثلين وكيفية التعاون اللي بينه وبين الممثلين وبيحصل إزاي علشان يوصل للشكل اللي هو بيشوفه مرضي في أفلامه، خاصة أنه هو بيعتمد دايما على اللقطات الطويلة. أنا أول مرة نجي لمصر وأول مرة نجي لمهرجان القاهرة دولي، ويعني أي واحد فينا يحب يجي مهرجان القاهرة، يعني من أقدم المهرجانات في أفريقيا في العالم العربي. حضرت في الوركشوب الحقيقة بيلا طار من المخرجين اللي مهمين برشا، خاطر تعرف الحكاية متاع الفيلم اللي طوله 7 سوايع اللي عملوا، دونك كان لازم حبيت نحضر حضرت شوية باش نشوف شنو هي الكومبوزيسيون، معناها اللي هو كيفاش باش يكون. الفيلم اسمه بعيدا عن النيل، وقصة الفيلم بتتكلم على 12 فرد من موجودين من دول حوض النيل، واحنا كلنا بنجتمع في امريكا بنعمل تور هناك 4 شهور، وهي قصة كلها بتقوم ان الناس دي كلها بتتجمع وبيعملوا موسيقى واحدة، هي بتتكلم عن دول حوض النيل كلها. ومدير المهرجان مدير المشروع نفسه اسمه مينا جرجس، والمخرج اسمه شريف الكاتش. الفيلم ده بالذات المخرج صاحبي قوي واعرفه من ايام انا كنت بمنتج، فانا جايه له بقى بسبورت جدا. انا ما اعرفش اي حاجه عن الفيلم ولا اعرف قصته لسه، بس قلت مش هقرا ولا هعمل اي حاجه، بس قلت لازم اجي اتفرج عليه وانبهر لاول مره. احنا ك 12 موسيقي من موسيقيين وفنانين سافرنا عملنا تور لامريكا، عملنا حفلات كتير في مسارح في مدارس، كنا نعمل ورك شوب بنعرفهم بالموسيقى بتاعتنا، وعملنا في كينيدي سنتر في واشنطن دي سي، عملنا كده قعدنا بتاع 4 شهور. كنا كل يعني ما كانش حتى في داي اوف، كان كل الايام شغل على طول. احنا كنا كلنا مختلفين جدا، كلنا بنتقابل بنعيش مع بعض لمده شهر ونعمل مزيكا دي، وبعدين كنا بنسافر بنعمل ورش وبنعمل حفلات، وبنعمل حفلات مع الاطفال وحفلات في المسارح الكبيره، وبنتكلم عن النيل، بنتكلم عن الميه والحاجات اللي يعني بتهمنا كلنا يعني، بس خلال المزيكا.